شكرا طبعا، اسمحوا لي ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لكل الزملاء الموجودين معانا على النهارده في هذه الجلسه المهمه. والحقيقه يمكن انا حبيت ان انا اعقب في هذه الجلسه بالذات عشان اؤكد على حرص الدوله المصريه على تمكين وزياده، يعني هنقدر نقول زياده مساهمه القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري. واسمحوا لي اقولها بمنتهى الشفافيه، يعني انا تعمدت ان انا لما كنا بنعرض امبارح على تتبع 40 سنه من الاقتصاد المصري ان احنا نؤكد ان الدوله المصريه المفروض تنمو كل سنه باضعاف مضاعفه لحجم النمو اللي هي بتنمو بسبب حاجه واحده، تحدي كبير جدا اسمه الزياده السكانيه. جايز لو ما كانش عندنا زيادة سكانية وثبات في عدد السكان زي دول كثيرة جدا، كان من الوارد جدا ان لا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة ولا تدفقات، بحكم على اساس انه ممكن يكون وصل الاقتصاد لنوع من التشبع وحجم التواجد بقى بيغطي عدد سكان. لكن مع دولة بيزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 أو 2 وشوية مليون، يعني معناها أن لازم يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات. الاستثمارات هتيجي يا إما من القطاع الخاص وده المفروض الأساس، ولكن لو ما قدرش القطاع الخاص أن يغطي هذا الكلام لازم يبقى الدولة تحاول في بعض القطاعات المهمة اللي هي شايفاها أنها تشارك عشان تغطي الفجوة اللي بقت موجودة في هذه النوعية من القطاعات. عشان كده يمكن احنا كنا حريصين كل الحرص واحنا بنضع هذه الوثيقة ان احنا نؤكد على شيء معين. القطاع الخاص وعلى كل الكلام اللي بيتقال هو مش عايز اكتر من ان يكون هناك وضوح للرؤية. وخليني استعير الكلمة اللي قالها احد المشاركين امبارح من القطاع الخاص، احنا ما بنخافش من منافسة، ولكن تبقى المنافسة منافسة واضحة وعادلة وبتطبق كل نفس المعايير اللي بتطبق تطبق على الجميع. وهو ده المبدأ اللي احنا كلنا عايزين نأكد عليه في الوثيقة في خلال الفترة القادمة. ان يمكن لما اتقال من الدكتور محمود ايه هو الحياد التنافسي، قال الثلاث موضوعات اللي حضرتك او احمد كمان قالها، الحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، ان هم دول اللي احنا بنؤكد ان هم يتم تطبيقهم في كل اللي هيبقوا متواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة اللي هتبقى موجودة. لكن انا عايز أؤكد على حاجة مهمة جدا، دول كثيرة واحنا هنا بنتكلم عن الدول الرأسمالية والدول المجتمع الغربي، مساهمات الدول فيها الحكومات بتبقى بنسب عالية جدا. وحدي مثال مشهور جدا، فرنسا. فرنسا يمكن من الدول اللي يعني فيها ملكية الدولة في مناحي كثيرة جدا من الاقتصاد متواجدة، ولكن هناك إطار تنظيمي بينظم هذا الموضوع. فعشان كده أنا حابب أن أنا أؤكد أن هدف الوثيقة مش عشان زي ما الشريف قال الشريف سامي أن ما يفهمش في الرأي العام أنها الدولة بتبيع أصولها خالص. هو هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد ويبقى كل الناس عارفاه، اللي من خلاله بينظم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص. وهو ده اللي أعتقد أي واحد مستثمر سواء في الداخل أو الخارج عايز يعرفه في أي دولة جاي بيستثمر فيها. النقطة الأخرى وهي المهمة، طيب إحنا كدولة بنقول والله عندنا بعض الشركات والمساهمات اللي احنا شايفين انها في قطاعات احنا مش يعني كدولة شايفين مش لازم يبقى لنا تواجد فيها على المدى المتوسط. وبالتالي طرحنا هنا عشان برضو تبقى واضحة للمواطن البسيط، كلمة تخارج مش معناها انها بيع، لان يعني بعض الناس روجوا معناها ان الدولة بتبيع اصولها، لا. ويمكن اللي قاله الحقيقة الدكتور منير فخري عبد النور، اول بديلين كأولوية ان انا اطرح في طرح عام في البورصة للافراد العاديين، او ان احنا بنتكلم على مستثمر استراتيجي سواء محلي او اجنبي يدخل يزود راس المال زي ما انا قلت ويوسع ويدخل في الادارة ويرفع كفاءة هذا الاصل ويخليه ان هو يبقى بيدار بافضل صورة ممكنة. ده بيبقى جزء اخر.
وهناك آليات أخرى، إيجار وكل اللي إحنا شفناه اللي إحنا بنعرضه. واحد من هذه الآليات في الآخر لو وجدنا إن هذا الأصل يعني يحتاج إلى البيع، بيتم بيعه ده كأحد الآليات من ضمن نقدر نقول 7 8 آليات مختلفة. فدي اللي لازم نأكد عليها وتبقى واضحة، إن كلمة تخارج مش معناها بيع، ولكن هناك آليات كثيرة جدا لهذا الموضوع. فدي اللي أنا حابب أأكد عليها، إحنا الوثيقة دي هدفنا بمنتهى الوضوح إنها تحدد بصورة واضحة إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، ويبقى بيطمن أي مستثمر سواء داخلي أو خارجي على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد. لأن النقطة اللي أنا برضو عايز أحب أشير إليها وقالها أستاذ هاني، فكرة إن يعني إصدار رسوم بصورة مفاجئة، ويمكن إحنا خدنا قرار في مجلس الوزراء إن ما فيش أي جهة تفرض أي رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء نفسه، وده يمكن كان قرار يعني قريب جدا منذ بدء يعني أقل من كام شهر طلع هذا القرار من مجلس الوزراء وتم توزيعه لكل الجهات. وبرضو أنا بطلب يعني عشان يبقى دائما التواصل مفتوح، حضراتكم أستاذ هاني، حضراتكم يعني أنتوا على اتصال مباشر بيا بصورة شخصية وبمكتبي، أي رسم أنتوا بتلاقوه إن هو صدر بطريقة مفاجئة أو جديدة ولم يكن موجود، أرجو التواصل معايا مباشرة، لأن إحنا قلنا هذه التعليمات بصورة واضحة جدا، مفيش جهة في الدولة تصدر أي رسوم جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء تجنبا للي حضرتك بتقول عليه. أنا بتفق مع اللي حضرتك قلته واتقال مرة أخرى من أكتر من رجل صناعة، مصر محتاجة استراتيجية لتطوير الصناعة. وأنا يعني أنا بنتهز فرصة، أنا عارف إن الباشمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات موجود وكان قاعد معانا، وحضرتك وكل الغرف الصناعة، إنكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجية. أنا مش يعني أنا ليس الهدف إن وزارة الصناعة هي اللي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها، الهدف الرئيسي إن اللي يقوم بتطوير هذه الاستراتيجية هم رجال صناعة مصر، لأن هم الأعلم يعني بوضوح شديد إيه هي المستهدفات وإيه المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجية، وإحنا كدولة يكون دورنا إن إحنا ندعمكم ويعني نساعد في إطار وضع هذه الاستراتيجية. وإحنا يمكن كنت بأمل، ويمكن في لقاءاتي قبل هذا المؤتمر أنا كنت بقول لحضراتكم إن إحنا بنطمح إن يبقى واحد من مخرجات هذا المؤتمر إن يعني نصل إلى إطار عام لهذه الاستراتيجية ونعلن عنه. فإذا حتى ما كناش هنلحق إن إحنا نضع هذا الإطار العام في هذه الأيام، يبقى على الأقل إن إحنا بنتوافق إن هذه الاستراتيجية تخرج إلى النور في حد أقصى 3 شهور من النهاردة، عشان يبقى بتعلن، وإن النهاردة يبقى دي يعني تكليف واضح لحضراتكم مع وزارة الصناعة إن يكون هناك استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة 10 سنين على الأقل، ودي تخرج بحد أقصى 3 شهور من الآن إن شاء الله. أنا مش حابب أطول على هذا الموضوع، ولكن أنا حابب إن أنا أكد إن كل الملاحظات اللي أثيرت ونوقشت إحنا كنا بمنتهى الشفافية والوضوح بنرد عليها. الجزء الخاص بتعريفات ما هي الدولة وما هي البعد الأمن القومي والبعد الاستراتيجي اللي ممكن يخلي الدولة إنها تدخل في أي مجال، كنا برضو حريصين جدا على توضيحه، لأن إحنا هدفنا من هذه الوثيقة اللي إحنا بادرنا كدولة بإن إحنا بنقول إحنا بنعدها وإحنا كمان بنعملها، ويمكن من 3 شهور لما أنا يعني عرضت ملامح هذه الوثيقة كان ممكن إن إحنا يعني نصدر الوثيقة، لكن إحنا قلنا بالرغم إنها كانت معدة بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مصر في الوقت ده، لكن قلنا برضو هنطرحها كحوار مجتمعي لمدة 3 شهور ونسيب كل الآراء إنها يعني تتحط عليها، لأن كل حريصين كل الحرص إن هذه الوثيقة لما تصدر يتم تنفيذها، لأن إحنا مش مجرد عايزين أنا مش عايز أقول اللفظ مش عايزين نسد خانة ونقول إن إحنا عملنا حاجة وخلاص، لا، إحنا عايزين هذه الوثيقة تتنفذ، وهيبقى في آلية متابعة واضحة جدا ومستمرة ودائمة لمتابعة إنها بتتنفذ بصورة سليمة. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، شكرا لكل الحاضرين من المتحدثين والمعقبين، شكرا جزيلا.